بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الشباب؟ شخصكم مسوي ان شاء الله طيبين. معكم عزيز اوغست مدريد. قبل ان نبدا المقطع صلى الله على حبيب محمد، اللهم صل وسلم على حبيب محمد صلى الله عليه اجمعين. طبعا اليوم جبكم خبر عن تعريب البلاي ستيشن 4. راح يكون اكيد يعني بالعربي. طبعا رسميا بلاي ستيشن 4 راح يكون بالعربي طبعا من خلال احداث المؤتمر الصحفي بمعرض جيمز 14. اعلنوا بشكل رسمي عن تعريب جهاز سوني المنزلي بلاي ستيشن 4 من طبعا قبل سوني الشرق الاوسط. شهر نوفمبر القادم راح يكون الموعد الرسمي لتحديث الجهاز بالكامل للغة العربية زي ما جاء في المؤتمر الصحفي. واليوم راح نحصل رسميا على اول الصور. طبعا اكيد راح تكون خطوة منتظرة من كافة اللاعبين العرب. طبعا نتمنى تقدمها كافة الشركات. وبسم الله نبدأ نوريكم مع الصور. طبعا اول صوره قدامكم زي ما تشوفون اللي هذه اللي حطها قوتو. مكتوب طلبكم شو اسمه الاكبر قريبا. تشوفون مقطع ومعكوسه المطوات. زبدنا معكوسه. ونبدا في الصوره الثانيه. وزي ما تشوفون الصوره الثانيه الحين هذه مكتوب مباشر او الظاهر مباشره من بلاي ستيشن. هذا الظاهر اللي تشوف اللايف بث مباشر للقنوات على تويتش او اليوز او اليوز ستريم ذا. ونجي للصورة الثالثة. وطبعا الحين هنا زي ما تشوفون قدامكم الاعدادات بما هي سيتنج مكتوب الاعدادات زي ما تشوفون الدليل المستخدم وتجميع البيانات والبي اس ان والتنبيهات والمستخدمون والمزامنة وإدارة مساحة التخزين الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. نجي للصورة الثالثة. وش اسمه زي ما تشوفون هنا المتصفح مكتوب السلام واللاعبين والالعاب. هذا الكيبورد صار بالعربي وهو متقطع ولا هو مقلب ولا شيء مره كويس صراحه. التعريب مره كويس. ونجي الصوره اللي بعدها. وزي ما تشوفون هنا طبعا هنا لغه النظام هنا في لغات واجد في تركي في ياباني في صيني ما ادري وشو. اهم شيء زي ما تشوفون على المربع هذا من المستطيل في اللغة العربية اخيرا اخيرا اخيرا. واخر صورة معنا اليوم اخر صورة زي ما تشوفون هنا. طب ما عليكم الاسم مكتوب هدى ما ادري وشو ذا معنا من ذا الاسم. مكتوب تحليل ملف التعريف والاعدادات الخصوصية والانشطة والمقدمة والاصدقاء الى اخره زي كذا. ونبذة عني وش اسمه لغاتي العربية الانجليزية شي زي كذا. الزبدة نحطهم اللغة العربية. وهذا كان خبر لهذا اليوم. اتمنى المقطع يعجبكم. لا تنسوا اللايك سبسكرايب والكومنت والفيفرت. اتمنى 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 تنشرون المقطع وتسووا لي فولو على تويتر. ترى الرابط في الوصف. افتحوا الوصف فولو على تويتر عيال. تبي اخبار زيادة تبي اخبار مو بكل الاخبار اللي انزلها هنا. تابعني على تويتر عشان تعرف اخبار العاب اول باول. وبس سبحان الله سبحان العظيم لا اله الا انت سبحانك اللهم في امان الله.